اسمك ايه؟ اسامه. انت عربان ليه؟ عشان قبلك تضربني وتشتمني وترمي لي الكتاب وقول يا ابن وقتي جيب الكتاب وتدخله تضربني تضربني وتشتمني وقول يا ابن وتضربني. تضربك لمين القبله دي؟ قبله انا تديك في ايه؟ بتديني في المدرسة مجدية. طيب انت في المدرسة اللي هي؟ لا الأولى. أولى ايه؟ أولى مدرسة. أولى مدرسة ايه؟ أولى كام يعني؟ أولى كام؟ أولى إعدادي. أولى كام يا قلة؟ أولى. أنت في أولى إعدادي؟ لا. ما أنت في أولى كام؟ أولى تاني. ولا مين؟ تاني. ولا تاني في المدرسة اللي هي؟ لا ده ديت يعني. أنت في المدرسة دي؟ قلت لي مين المدرسة بتاعتك اللي بتضربك؟ مين؟ اسمها إيه؟ أبلة. الأبلة متكبة. الأبلة الهين؟ أبلة. متكبة. تضربك ازاي؟ تضربني بالخرطوم. تضربك فين؟ في المدرسه. تضربك فين؟ فين بالظبط؟ فين يعني؟ تضربك على ايدك على رجلك؟ على ايدي. وايه تاني؟ وتشتمني تقول يا ابن وترمي لي الكتاب تدير العيال الكتاب وترميه الكتاب كل وقت يا ابن يجيب خد كتاب كتاب وكل خوف. طب ودي تخليك تهرب؟ ما قلتش لابوك ليه وامك؟ ها؟ انت ما بتقولش لابوك وامك ليه؟ هيضربوك. ها؟ هيضربوك؟ ابوك وامك هيضربوك؟ طب مش هيضربوك لما تهرب كده؟ ايه؟ مش هيضربوك لما تهرب؟ ايه؟ مش هيضربوك. مش هيضربوك ليه لما تهرب؟ هيضربوني. طيب ما تروح المدرسه وما تخافش من قول لهم القبله الهين؟ قبله انا المنقبه. هي منقبه؟ يعني منقبه وبتضربكم وبتطفشكم من المدرسه؟ لا ضربتني وشتمتني. طيب انا هاخدك دلوقتي في دي المدرسه بتاعتكم ولا انت في المدرسه الثانيه اللي في البلد من جوه؟ المدرسة دي؟ طيب تعالى يا حبيبي يلا وانا هوديك لها.